بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في مراجعة مادة المهارات النفسية والاجتماعية المستوى السادس في النظام الفصلي للتعليم الثانوي للمسار الإداري والإنساني والتحفيظ، بإذن الله سنراجع الوحدة الثالثة من مادة المهارات النفسية والاجتماعية وموضوع هذه الوحدة عن إدارة الدوافع. أه اهداف الوحده الثالثه وهي وحده اداره الدوافع اول هدف ان تحدد المقصود بالدافع ايضا تفسر معنى ان لكل سلوك دافع ايضا ان تستطيع تصنيف انواع الدوافع كما انك تتفهم كيفيه اداره الدوافع ايضا من اهدافها تعرف اداره الدوافع وتمثل لانواع الدوافع المختلفه ايضا تحدد معنى تحمل المسؤوليه أهداف الدرس الأول: الدرس الأول ماهية الدوافع، أول هدف أن تتعرف على ماهية الدوافع وكيفية تأثيرها في السلوك، أيضًا أن تتعرف على أهمية أو تسترجع أهمية دراسة الدوافع، أيضًا أن تسترجع تصنيفات الدوافع مثل الدوافع الأولية والفطرية وغيرها. استرجاع المعلومات بصيغه سؤال وجواب تساعدنا على تثبيت المعلومه وهذا ما نسعى الى تحقيقه من المراجعه واول سؤال اجب واجيبي عن الاسئله التاليه لماذا يعتبر موضوع الدوافع من اكثر موضوعات علم النفس اهميه واكثرها اثاره اذا كثير من الناس تجدهم يبحثون في هذا الموضوع موضوع الدوافع لانه يثير اهتماماتهم الاجابه فكر قليلا واسترجع ما تم دراسته نعم، الإجابة تبرز أهمية دراسة الدوافع في ثلاث نقاط، أول نقطة: أن زيادة فهم الإنسان لنفسه ولغيره من الناس، إنه الإنسان عندما يدرس موضوع الدوافع ويتعرف عليها، تزيد فهمه لنفسه، ومن ثم يفهم غيره. النقطة رقم اثنين: التنبؤ بالسلوك الإنساني إذا عرفت دوافعه، وبالتالي يمكن توجيه هذا السلوك، إذاً بما أننا اكتشفنا دوافع الشخص، فنحن نتنبأ بالسلوك الذي سيقوم به، وبالتالي نستطيع أن نوجه توجيهاً صحيحاً. النقطة رقم ثلاثة في الإجابة: أيضاً تجعل الفرد أكثر قدرة ممتاز على تفسير تصرفات الآخرين في المواقف الاجتماعية المختلفة. إذاً، ثلاث نقاط ممتاز للإجابة على أهمية دراسة الدوافع. زيادة في فهم الإنسان لنفسه، التنبؤ بالسلوك الإنساني إذا عرفت دوافعه، أيضا تجعلنا أكثر قدرة على تفسير تصرفات الآخرين، ممتاز، أحسنتم. تصنف الدوافع أو تصنيفات الدوافع على عدة أنواع، النوع الأول دوافع فطرية أولية يولد الإنسان مزودا بها، دوافع ثانوية مكتسبة يكتسبها الإنسان من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به أيضا هناك دوافع شعورية يشعر الإنسان بوجودها ويفطن لوجودها ودوافع لا شعورية لا يشعر بوجودها ولا يعرفها والآن سوف نشاء سنستعرض مقطع فيديو ومن ثم نجيب على الأسئلة أرجو التركيز <applause> في الفيديو السابق نوع من أنواع الدوافع الفطرية الأولية اذكر اذكريها مع تعداد دوافع أخرى أولية فطرية إذا يبدو لنا من خلال الفيديو أن الدافع الأول الفطري هو دافع ممتاز أحسنتم هو دافع الأمومة ومن أنواع أخرى للدوافع الفطرية هناك دافع العطش ممتاز أيضا دافع النوم والراحة وهي حاجة أساسية للإنسان أيضا دافع الإخراج ودافع الجوع لبقاء على قيد الحياة أيضا دافع الجنس ممتاز إذن هذه هي الدوافع الفطرية الأولية أحسنتم قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين من خلال هذه الايه عبر عما فهمته من هذه الايه من خلال هذه الايه ستجد دوافع فطريه اوليه عبر عما فهمته من هذه الايه الاجابه باذن الله راح تكون انه يمكن التحكم بالدوافع وادارتها واشباعها باعتدال اذا الاكل والشرب هي حاجات فطريه اوليه يولد الانسان مزودا بها وضع لها قانون ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إذا يمكن التحكم بالدوافع وإدارتها في حدود المعقول وإشباعها باعتدال، ضع وضعي المصطلح العلمي أمام كل عبارة من العبارات التالية، العبارة الأولى هو حالة داخلية جسمية أو نفسية تحرك الإنسان السلوك السلوك الإنساني لتحقق غاية معينة. إذا هذه الحالة الجسمية أو النفسية تدفعك لتحقيق هدف ما، إذا نحن نتحدث عن ماذا؟ عن تعريف بالضبط أحسنتم، عن تعريف الدافع. نقطة رقم اثنين يولد الإنسان مزودا بها ولم يكتسبها من بيئة عن طريق الخبرة والمران، إذا لم يتعلمها ولم يكتسبها من البيئة الأخرى، إنما ولد وهو مزودا بها، إذا هذا تعريف أو مصطلح بالضبط الدوافع الفطريه الاوليه ممتاز ضع وضعي المصطلح العلمي امام كل عباره من العبارات التاليه هي الدوافع التي تعلمها الانسان واكتسبها اثناء تفاعله مع المجتمع مع المجتمع الذي يعيش فيه ما هي هذه الدوافع؟ تعلمها واكتسبها، إذا نحن نتحدث عن الدوافع بالضبط، ممتاز، أحسنتم، الدوافع المكتسبة، نقطة رقم اثنين أو العبارة الثانية هي التي نفطن إلى وجودها، ومن أمثلتها الحاجات الأولية والمكتسبة، ما هي التي نفطن إلى وجودها؟ هي دوافع إيش نوعها؟ بالضبط، أحسنتم، هي الدوافع الشعورية. اختر واختاري من العمود ألف ما يناسبه من العمود ب مع تسجيل الرقم أمام العبارة إذا أمامك جدول هذا الجدول العمود الأول في مصطلحات العمود الباء العمود ألف يوجد به مصطلحات والعمود باء موجود به كلمات ترتبط بهذه المصطلحات أو مفاهيم أول عباره راح تكون الاسقاط الاسقاط هل هو يرتبط بالامومه ام الدافع الى التقدير الاجتماعي او هو نسبه الفرد ما به من عيوب للغير ايضا هل الاسقاط هو تفسير السلوك الفاشل او الخاطئ باسباب معقوله ومنطقيه فكر قليلا قبل ان تعطي الاجابه احسنتم الاسقاط هو نسبه الفرد ما به من عيوب لغيره ناخذ المصطلح الثاني التبرير التبرير هل هو أمومة أم الدافع إلى التقدير أم هو تفسير السلوك الفاشل أو الخاطئ بأسباب معقولة ومنطقية بالضبط هو تفسير السلوك الفاشل أو الخاطئ بأسباب معقولة ومنطقية حتى يتزن نفسيا إذا هذا عامل نفسي أيضا لدينا من الدوافع الفطرية الأولية هل هي الأمومة أم التقدير الاجتماعي الواضح لنا بالضبط أنها الأمومة، ممتاز. أيضاً من الدوافع المكتسبة لم يتبقى إلا التقدير الاجتماعي، وهو أيضاً دافع مكتسب، ممتاز، أحسنتم. ضعي وضع كلمة صح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات الآتية. يسعى النظام الإسلامي إلى كبت الدوافع الجنسية وإلغاؤها. هل النظام الإسلامي يسعى الى كبت الدوافع الجنسية وإلغاؤها إذن في سياق العبارة قد تجد مفاتيح الإجابة إذا هذه الإجابة غير صحيحة ممتاز خاطئة إجابة خاطئة أو عبارة خاطئة من الضروري الإعتراف بالدوافع وإشباعها باعتدال واتزان بعيدا عن الإسراف من الضروري الإعتراف بالدوافع وإشباعها ممتاز باعتدال واتزان اذن الإجابة ستكون بالضبط أحسنتم صح أحيانا يتخذ الإنسان أساليب غير سوية للتكيف مع نفسه وبيئته وهذه الأساليب تسمى الحيل الدفاعية هل فعلا الإنسان يستخدم هذه الحيل الدفاعية ليتكيف مع بيئته اذا الاجابة ستكون بالضبط أحسنتم صح ضعي كلمه صح او خطا امام كل عباره من العبارات الاتيه يفضل الانسان ان يعيش وحيدا لا ينتمي لجماعه هل العباره صحيحه ام خاطئه بالضبط احسنتم خطا هل يفضل الانسان يعيش وحيدا الانسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع ان يعيش بمفرده هو اجتماعي بسلوكياته آه اذا العباره خاطئه العبارة رقم اثنين يعتبر دافع حب التملك من الدوافع الفطرية الأولية دافع حب التملك هل هو دافع فطري أولي؟ أو إذا بناء على ما درستيه طبعا الإجابة خاطئة يعتبر دافع حب التملك من الدوافع المكتسبة وليس فطري أيضا السلوك الإنساني يتميز بكونه سلوكا غرضيًا ينبع من دوافعنا وحاجاتنا الملحة. السلوك الإنساني يتميز بكونه سلوكًا غرضيًا ينبع من دوافعنا وحاجاتنا الملحة. هذا هذه العبارة بالضبط أحسنتم صحيحة. ننتقل للأسئلة الأخرى. ضع وضعي اسم الحيلة التي لجأ إليها الفرد. إذًا ها أمامك حيل. دفاعية لجأ إليها الفرد لسبب في نفسه أريدك أن تحددي اسم الحيلة أول عبارة هو وصف الطالب معلمه بأنه غير كفء مما أدى لفشله ما هي الحيلة المستخدمة هنا؟ بالضبط أحسنتم هي حيلة التبرير احدهم يطلق وصف الانانيه لكل من يتعامل معه اذا اي شخص يتعامل معه ينسب له انه شخص اناني هذا هذه الحيله اسمها ممتاز احسنتم اسمها الاسقاط عدد وعددي شروط اداره الدوافع اذا حتى تدير دوافعك هناك شروط تم دراستها لإدارة الدوافع، تذكرها وابدأ بعدّ هذه الشروط الآن. تفضل، أيوه، نعم، أول شرط من شروط إدارة الدوافع الاعتراف بالدوافع كمكونات لشخصية الإنسان، أن تعترف بوجودها ولا تنكرها أبدًا، وعدم إنكار أي من الدوافع الموجودة في البشر. كل دوافع موجود فيك في داخلك لابد أن تعترف به وتشبعه بالطريقة المعتدلة الشرط الثاني من شروط إدارة الدوافع ممتاز إشباع الدوافع باعتدال واتزان بعيدا عن الإسراف أو التقدير التقدير إذا إشباعها باعتدال الشرط رقم ثلاثة بالضبط أحسنتم إشباع الدوافع بالطرق السوية بعيدا عن الأساليب الممنوعة والمحرمة إذا أن نشبع دافع الجوع بالأكل الحلال، أن نشبع دافع حب التملّك بالشراء وليس بالسرقة، إذا بأساليب صحيحة وليست أساليب ممنوعة ومحرمة. إذا ثلاث شروط من شروط إدارة الدوافع. عدِّد وعدِّدي أنواع الدوافع المكتسبة، كما أن للدوافع الفطرية أنواع، هناك أنواع للدوافع المكتسبة الثانوية. من أنواع الدوافع المكتسبة تذكري ما تم دراسته وأجي. تذكر ما تم دراسته وأجب بالضبط أول دافع هو الدافع إلى الأمن الإنسان بحاجة للشعور بالأمان والتحرر من الخوف فهذا من أساسيات الصحة النفسية أيضاً النوع الثاني ممتاز احسنتم الدافع الى الانتماء الانسان بطبعه كائن اجتماعي ويفضل ان يعيش في داخل او في وسط جماعه احسنتم ايضا النوع الثالث من انواع الدوافع المكتسبه الدافع الى التقدير الاجتماعي اذا الفرد دائما في حاجه الى قبول وحب واحترام الاخرين وان تكون له مكانه اجتماعيه ويكون بعيدا عن استهجان المجتمع ونبذه ايضا يرغب ان يكون محل اعجاب الجماعه وتقديرها ايضا من انواع الدوافع المكتسبه ممتاز احسنتم الدافع الرابع الدافع الى الاستطلاع الاستطلاع هو اكتشاف اكتشاف خبرات جديدة، اكتشاف أماكن، اكتشاف معلومات، إذا الإنسان بطبعه يحب الاستطلاع. ممتاز أحسنتم. ننتقل. كيف ينظم الإسلام عملية إشباع الدافع الجنسي؟ إحنا سبق وأن ذكرنا أن الإسلام يقر وجوده ولا ينكر الدافع الجنسي. طيب كيف ينظم الإسلام عملية إشباع الدافع الجنسي؟ بالضبط أحسنتم عن طريق الزواج أو الصوم من هنا جاء تنظيم الدافع الجنسي ننتقل وضحي معنى دافع حب الاستطلاع نحن نبذل جهدنا أحسنتم لمعرفة البيئة التي نعيش فيها سواء كانت مادية أو اجتماعية وهذا الدافع يبدأ منذ الطفولة المبكرة ممتاز أحسنتم أيضا يحتاج لبيئة اجتماعية تشبع هذا الدافع إذن معنى دافع حب الاستطلاع هو أن تبذل ما في جهدك لتعي لتبحث عن الأمور المادية أو الاجتماعية الموجودة. أحسنت. اختر اختاري الإجابة الصحيحة من الإجابات المتعددة التالية: الهروب من الواقع المؤلم إلى الخيال، هل هو إسقاط أم أحلام يقظة؟ أم هو المسؤولية أو دوافع شعورية؟ إذا عندما يهرب الشخص من واقعه إلى الخيال، إذا الإجابة ستكون: بالضبط أحسنتم هو أحلام اليقظة، أكمل وأكملي الفراغ التالي، فراغ تطلق على الالتزام الشخص أو على التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا، ما هي التي تطلق على التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً. بالضبط، أحسنتم، هي المسؤولية. تم بحمد الله مراجعة الوحدة الثالثة للمهارات النفسية والاجتماعية.